محمد فريد فنان قدير من روايح الزمن الجميل وكوميديان مميز جدا، ظهر في أدوار كتير مميزة سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، بالإضافة لمواهب تانية كتير محدش يعرفها عنه. والجميل في محمد فريد هو اللجمة أو الحركة المعينة اللي بيضيفها لكل شخصية، واللي لو اتعمل فيها مسابقة هيكون محمد فريد هو الأول فيها بلا منافس. ملف القضية هو. أيوة كده هيفرعن وياخد في نفسه ألم لما ما يلاقيش أجوانح على جنايات عنده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمال فين عصفور؟ أنا مش عايزكم تأثروا رقبتي في العملية دي يا جدعان. وحد لا مؤاخذة يستجري يأثر رقبتك. هو طقطق أو متولي في ليالي الحلمية والعمدة خلف الله عبد الشافي عمدة كفر المعزة فأهلا بالسكان. أهلا بيكم، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. اسمه بالكامل محمد فريد محمود زيدان، اتولد في محافظة بني سويف 20 إبريل 1940 وظهرت موهبته الفنية وهو في الثانوية العامة، بس كانت موهبته بعيدة شوية عن التمثيل، فكان محمد فريد مهتم بالموسيقى والآلات الموسيقية وبدأ يتعلم العزف على الناي والعود، وبعد كده اتعلم كمان العزف على الطبلة والكمانجة، لكنه قرر في الآخر أنه يركز على الناي ويبقى محترف فيه. لحد ما في يوم جه للمدرسة اللي هو فيها مدرس جديد غير حياته تماما، والمدرس ده كان الفنان عبدالله فرغلي، مدرس اللغة الفرنسية الجديد. ولما شاف عبدالله فرغلي محمد فريد وهو بيعزف عجبه جدا عزفه على الناي، وكمان شاف فيه مشروع ممثل لكنه محتاج شوية خبرة، فقرر عبدالله فرغلي انه يساعده ويحطه على اول الطريق، وعمل حاجة جميلة جدا ما تطلعش من اي حد، حجز قاعة سينمائية وعمل فيها مسرح صغير وبدأ يمرن محمد فريد على بعض النصوص المسرحية، وكمان كون فرقة من طلاب المدرسة مدرسة بني سويف الثانوية ومرنهم كلهم علشان يعملوا مع بعض مسرحية، وفعلا قدروا يعملوا مسرحية 30 يوم في السجن اللي كانت مشهورة جدا وقتها طبعا قبل ما تتحول فيلم، وعرضوا المسرحية ونجحت جدا. وبعد انتهاء العرض نصح عبدالله فرغلي تلميذه الموهوب محمد فريد بأنه يسافر القاهرة علشان يكتسب خبرة وفرصته في الانتشار تكبر، وفعلا اقتنع محمد فريد بالكلام وراح القاهرة علشان يكمل مشواره في الموسيقى والتمثيل، ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه سنة 1962. دي الأوراق اللي قلنا عليها المعلم. جرى إيه؟ أنا تشخيصي دايما مظبوط. جرى في هنا كمان فلوس. اسمع أنا محبش كده أبدا، الأوراق هنسلمها للمعلم ونكتب مع الفلوس. وبعد كده انضم لفرقة المطرب عبد العزيز محمود كعازف على آلة الناي، وفي منتصف الستينات انضم المسرح العرايس بعد ما قرأ إعلان مطلوب فيه انضمام مواهب شابة لمسرح العرايس، وبعد اختبارات كتير ومواهب كتير نجح محمد فريد في انه ينضم للفرقة علشان يدرب على الأداء الصوتي وتحريك العرايس، وقدر يثبت كفاءة في الفرقة فانضم بعد كده لمسرح الطليعة، وبقى محمد فريد عازف ناي ومحرك عرائس وممثل. وشافه المخرج صلاح أبو سيف في مسرحية انتهى الدرس يا غبي وفيلم البحث عن المتاعب فعجبه أداؤه، ولما عرف أنه خريج معهد فنون مسرحية اقتنع بيه أكتر واداله دور صغير لكن مهم في فيلم الشقة مات، وكان عامل دور صبي راقصة واللي كانت بتأدي دورها تحية كاريوكا علشان يقف قدام فنانين كبار زي فريد شوقي وتحية كاريوكا وعزة العليلي في أول تجربة حقيقية ليه. وبعد كده قدم أعمال كتير وصلت لأكتر من 230 عمل فني، منهم مسلسل الشهد والدموع وليالي الحلمية وأهلا بالسكان ومحمود المصري، وكمان قدم أفلام مميزة زي دور شبارة في فيلم الشيطانة التي أحبتني ومسرحية راقصة قطاع عام وأعمال تانية كتير.
وايمنات المسلمين نكسب ذهب، اجيب كرسي كده واقعد ومعايا السمسميه واغني اخر سلطنه والناس تتلمع حواليا واقول في بورسعيد الوطنيه شباب مقاومه شعبيه هزموا بلاد الفرنجيه طردوا جيوش الاحتلال مبروك يا جمال. ومن حوالي 6 سنين انتشرت له صورة على مواقع التواصل الاجتماعي من غير شعر وكان باين عليه المرض، فاستغل الموضوع ده المواقع اللي بتعشق التأليف من أجل المشاهدات حتى لو كان الكلام مش حقيقي، وقالوا إنه عنده سرطان، وبدأت الناس تصدق الكلام ده وتدعيله وتتمنى له الشفاء، لحد ما أعلن الفنان محمد فريد وقال إنه بيمتن لكل الناس اللي دعت له لكنه مش مريض بالسرطان، والأخبار دي مش حقيقية، والصورة اللي انتشرت دي مجرد دور في فيلم حار جاف سايفن، وكان الدور اللي بيعمله شخص كبير في السن وبيعاني من مرض السرطان. ومؤخرا ظهر الفنان محمد فريد في مهرجان القاهرة للدراما وتم تكريمه مع بعض النجوم في المهرجان، ومن وقتها انتشرت مظاهرة حب كبيرة للفنان الجميل محمد فريد على كل وسائل التواصل الاجتماعي، علشان يعرف الفنان الجميل محمد فريد قد ايه الناس بتحبه حتى لو ما كانش عمل بطولة قبل كده في حياته، فيكفي حب الناس اللي اكبر من اي دور. تمنياتنا بالصحة للفنان الجميل محمد فريد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.